بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم وبفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا فضيلة الشيخ بكم في حلقة هذا اليوم. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بالأمس كنا قد تناولنا موضوع صلاة التراويح، ولعله من المستحسن أن نستكمل في هذه الحلقة بعض النقاط وبعض التوقفات في هذا الموضوع. بارك الله فيكم، بالنسبة لصلاة التراويح بالنسبة للنساء، هل هي واجبة على النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة التراويح ليست واجبة لا على الرجال ولا على النساء، وإنما هي سنة مؤكدة، ولا بأس أن تخرج النساء وتصلي مع المسلمين في المساجد ويكن خلف الصفوف كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن خلف صفوف الصحابة، ولكن على المرأة المسلمة أن تخرج محتشمة متسترة، وألا تتطيب عند الخروج، وألا تلبس ثياب الزينة، وإنما تخرج متسترة بثياب ليس فيها زينة وليس فيها طيب، وتتجنب الرجال، وتصلي النساء في مكان خاص بالنساء منعزلات عن الرجال. نعم. كثير من النساء تصطحب بعض الأطفال إلى المساجد في صلاة التراويح، فلعل لكم كلمة في ذلك. اصطحاب الأطفال إذا كان يشوش على المصلين ويحصل منهم عبث وأصوات في المسجد فإن هذا لا يجوز، فهذه المرأة تصلي في بيتها. إذا كان لا بد من أن تخرج بأطفالها وهم يلعبون ويعبثون فإنها تصلي في بيتها ما تيسر لها، بإمكانها أن تصلي التراويح في بيتها ولها الأجر في ذلك، بل صلاتها في بيتها أفضل، ولكن أذن لها الخروج إلى المسجد حيث لا ضرر ولا أذى. نعم. أيضا بعض الرجال يذهبون لصلاة التراويح يبحثون عن بعض الأئمة وبعض المساجد التي تتميز بأصوات جميلة، هل في ذلك شيء فضيلة الشيخ؟ ليس في ذلك شيء إن الإنسان يذهب إلى خلف إمام ينتفع بقراءته ويتأثر بقراءته، لكن لا ينبغي المبالغة في هذه الأمور، فإن بعض المساجد يحصل فيها مبالغات ويحصل فيها أشياء من الإمام غير مستساغة، من رفع صوت الميكروفون أو من تكلف الخشوع أو من إطالة القنوت خارجا عن العادة أو غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن الإمام يتجنبها، يكون الإمام في صلاته معتدلا لا يبالغ في رفع الصوت وتكلف الخشوع والإكثار من الدعاء حتى يشق على المأمومين، ولا يقصر بحيث ينقر الصلاة ويخففها أو يخل بالقراءة أو غير ذلك من الأمور التي فيها تقصير في الصلاة، فإمام المسجد يتوسط ويتحرى السنة في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ صالح، هل يلزم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح؟ لا يلزم، ولكنه أفضل، من أجل أن يسمع المأمومين القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا أفضل من كونه يقرأ بعض القرآن. نعم. وإن انتهت أيام شهر رمضان المبارك ولم يختم القرآن الكريم؟
إذا إنه رتب قراءة القرآن على الليالي فإنه سيختم القرآن قطعا في آخر الشهر. وأما إذا كان إنه ما رتب، ليلة يطيل وليلة يوجز القراءة، فإنه قد يحصل إنه ما يكمل القرآن. لكن إذا رتب القراءة قسمها على الليالي تقسيما عادلا فإنه سيختم في آخر الشهر. وكانت قراءته أيضا قراءة معتدلة، ليس فيها هذ وهذرمة وليس فيها تمطيط وتطويل. نعم. بالنسبة لختم القرآن الكريم، هل هناك دعاء مشروع في هذا الموضوع؟ ليس هناك دعاء معين، والسلف كانوا يدعون في الصلاة، صلاة التراويح أو صلاة التهجد، يدعون بعد ختمهم القرآن قبل الركوع. كان السلف يفعلون ذلك، كما ذكره صاحب المغني عن الإمام أحمد بن حنبل، وأنه أدرك عليه من أدركه من السلف يفعلون هذا. فإذا دعا عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع وبعد نهاية القرآن فهذا شيء مستحسن. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا هو شهر رمضان المبارك، شهر القرآن العظيم، هل لكم من كلمة للمسلمين في تدبر هذا القرآن الكريم واستغلال أوقات شهر رمضان الكريم في القراءة؟ قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي إنزال القرآن في شهر رمضان مزية عظيمة تدل على أن هذا الشهر يختص بالقرآن أكثر من غيره، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على تلاوة القرآن في هذا الشهر، وكان الصحابة والسلف الصالح يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر، وكانوا يتركون دروس العلم وحلق الذكر التي كانوا يقيمونها قبل رمضان، كانوا يتركونها في رمضان ويقبلون على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى الصلاة، ثم إذا خرج رمضان عادوا إلى مجالس الذكر. هذا مما يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وأيضا يتدبر القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقراءة التي ليس فيها تدبر تقل فائدتها، والقراءة التي فيها تدبر تعظم فائدتها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم. بالنسبة للمصلين والصائمين، بالنسبة لختم القرآن الكريم، هل من الأحسن أن يختم أكثر من مرة في شهر رمضان المبارك؟ نعم، كل ما أكثر من الختم فهو أفضل. وكان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، وكان السلف يكثرون من ختم القرآن. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة أيضا تود أن تقرأ القرآن الكريم في نهار رمضان، ولكن لأشغالها في البيت ومع أبنائها تقرأ القرآن الكريم في آخر الليل، هل لها أيضا أجر ختم القرآن الكريم ما للرجال؟ نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة مثل الرجل في نيل الأجر والثواب في تلاوة القرآن وفي غيره، وتقرأه على حسب إمكانيتها من ليل أو نهار. نعم. في صلاة التراويح هل من الأفضل أو من المستحسن أن يتابع أيضا المصلي والمستمع للصلاة للقراءة له أن يتابع عن طريق القرآن الكريم وشاف في النظر؟ لا، ليس للمأموم أنه يحمل المصحف لأجل متابعة الإمام، لأن هذا يشغله عن الصلاة. قد ذكر العلماء أنه مما يكره في الصلاة النظر في الكتاب،
أن هذا يشغله عن الصلاة، ولم يكن السلف يعملون هذا الشيء. لكن لو قدر أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب وقد يشكل عليه بعض الآيات أو يرتج عليه بعض القراءة، فلا بأس أن أحدا يأخذ المصحف خلفه ويتابعه من أجل أن يساعده إذا أغلقت عليه القراءة. نعم، حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إلى هنا أيها الأخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أحكام الصيام مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام على خير. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.